السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: ما حكم صيام يوم الجمعة؟ يكره أن يفرد الرجل يوم الجمعة بالصيام، ومعنى ذلك المرأة أيضا، إنما النساء شقائق الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما دخل على أم المؤمنين فوجد صائم يوم الجمعة، قال: أصمت أمس؟ قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. ودل ذلك على أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام أو بالقيام، والله أعلم.